مازن تعال. لا احلى طول بالعالم والله. شلوني معك؟ لو لاي رح ترسب كنت كبيره. انت كبيره. لك مازن هلا انت على الفيسبوك بتحكي مع بنات ما؟ لك عم بحكي مع شباب طبعا بحكي مع البنات حبيبتي. انا هذا الفيسبوك يعني فاتحه باب رزق، يعني انا عامل هذا الاكونت هيك للرزقه. شو هالمصطلحات هي مازن؟ لما بتعجبك بنت على الفيسبوك يعني كيف بتبلش بتحاكيها على الشات؟ شو بتقلها؟ وانت ليه عم تسالي؟ يا اخي جاوبني. تكرم عيني. ليكي اول شيء بشوف اذا هي حلوه ولا عوكي، وبعدين بفوت فوتي. ايوه يا عيني عليك، هي الكلمه اللي صلي من الصبح عم دور عليها. كيف بتفوت فوتك؟ اول يوم يا ستي بفوت على صورة، كم لايك على كم كومنت، والقصص رواق بتكون بتحس بقى اني انا موجود. هلا ثاني يوم بلش اتغزل فيها وبجمالها، وبفتح مع الشات وهاي وكيفك شو كذا شو اخبارك شو برجيك من هاللايك بلا طعمه. ثالث يوم بيكون صار رقمها بهذا الموبايل. ايوه ناتالي، 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 بسم الله حولك وحولك.